اليوم بدي أحكيكم عن خلق كتير عزيز على قلبي من أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحلو بهذا الخلق أنه بينبع من القلب وبيترجم بأفعالنا. هذا الخلق مذكور بالآية بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله كيف؟ When we come across anything that is related to God من أماكن عبادة، أشهر مباركة، أعياد، منفكر كيف بدنا نقدمها بأحسن طريقة بتليق بشعائر الله. مرة for example لفت نظري، فت على مسجد ولقيت عالم من كل أطياف المجتمع، منهم المهندسين ودكاترة، عم بينظفوا المسجد، يعطروه، بيهتموا فيه. هذا الشيء كتير أثر فيه، هو مثال حي عن تعظيم شعائر الله. ريسنتلي عرفت أنه الحكي بالبيع والشراء، الأكل والشرب، أو حتى الحكي على التليفون منهم من أداب المسجد. Let's keep our مساجد clean spaces مملوءة بالملائكة والسكينة إن شاء الله. بالأخلاق منغير ومنتغير. تعرف على 52 خلق من أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تحميل كتاب نحييها لنحيا عبر الرابط التالي.